السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سنابل الخير. هذا البرنامج الذي نحاول أن نوصل أصوات الكثير من هؤلاء الأشخاص للدعم والمساعدة من قبلكم. حالة اليوم مع أم مهند التي تعاني الكثير من الآلام والأحزان، وذلك لأنها تعول 4 من أبنائها وتحتاج لإيجار هذا الدكان الصغير، وتحتاج أيضا الكثير من مقومات الحياة الضرورية التي تحتاجها هي وأبنائها. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحالة خليكم معنا. المرأة العظيمة رمز للتسامح ورمز للإخلاص والعطاء، وأم مهند واحدة من هؤلاء النساء اللواتي يحاولون الحفاظ على الأسرة وعلى الأبناء. لذلك نحن الآن مع أم مهند لنتعرف أكثر عن قصتها هي وأبنائها في هذا الدكان الصغير. كيف حالك يا أم مهند؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية والصحة دائما إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله. إن شاء الله. أم مهند كم معك أبناء؟ 4. 4 أبناء. أيوه. البنت الكبيرة 13، واللي بعدها 11، وهذا 9 سنوات، والبنت الصغيرة 3 سنوات. الحياة تقبل علينا دائما بأفراحها ومسراتها، بأحزانها وأوجاعها، تقبل علينا لنعيش فيها أو نموت بها. ولذا تختلف الحكايات التي نصادفها في سنابل الخير. لنتوقف اليوم مع حكاية أم مهند، الأم لأربعة أولاد ولدين وفتاتين. لي 4 سنوات. الحمد لله طلعنا عشان حرب وكل شيء، طلعنا لهذا المكان. طيب أنتم جيتم على طول تسكنوا بهذا الدكان الصغير؟ أو كنتم ساكنين مكان ثاني؟ جينا لهنا دورنا. كم لكم تقريبا؟ 4 سنوات. طيب بكم ايجار هذا الدكان الصغير؟ 12,000. هذا الشيء زي يرفع الايجار، بس لما طلع فوقنا والفيران يقزعوا من كل مكان، كلهم مخزق، كلهم محفر. كانوا يعيشون في تعز، ولكن مع أحداث الحرب انتقلوا إلى أمانة العاصمة صنعاء بحجة أن زوجها سيجد فيها فرصة عمل بشكل أفضل. إلا أنه وبعد وصولهم اختفى زوجها حتى اللحظة لمدة 3 سنوات متتالية. راح قد له 2 سنين وهي الثالثة، مش داري وين راح. لكنني استصدق راح تشتغل في شركة أنظف، ودحين عيالي بمدرسة يدرسوا، خرجت عشان انتبه للصغيرة. يعني الصغيرة عمرها 3 سنوات؟ اي دحين 3 سنوات. يعني ولدتي فيها وزوجك موجود او لا؟ مش موجود. لا اختفى تماما، يعني ما يتصل لكم؟ مش مي حوالي بالشهر الثامن يمكن تواصل معاكم. طيب لما ولدتي فيها تواصل معانا فترة وبعدين اختفى من مرة، ما عاد نحن دارين وينه لحد الان. طيب لما ولدتي بالبنت الصغيرة من ساعدك وديك المستشفى وهذه التفاصيل؟ والله الجيران، صدق الجيران. أيوة، ودينت فلوس هكذا واشتغلت ورجعت الفلوس. قال الآن ما فيش معي دقيق، كل ما أشي أعمل حاجة لعيالي أسر عند الجيران يدولي شوية دقيق، أعمل لهم عصيد ولا خبز ولا أي حاجة. الغاز تكمل، ما قدرش أعبيه إلا بعد تعب. قد هي ب5,000 دب الغاز، ما عاد اقدرش. واحيانا بتجي موعده وواحد ما فيش معه، تجي يقول العقل تشتو غاز، ما بش معي فلوس من فين اجيب. ما اضطر اريع لما المره الثانيه ولا المره الثالثه ما يقع لي فلوس. الحمد لله على كل حال. عملت الام في عده اعمال، من حراسه لقاعه افراح لتنظيف في المنازل، لعامله نظافه في احدى الشركات الخاصه براتب لا يزيد عن 35,000 ريال، بينما إيجار منزلها ب12,000 ريال بالإضافة لصرفيات المنزل. كنت أشتغل أنظف لهم، وكانوا يجيبوا لي 35,000. الشركة أنظف كل حاجة، حمامات ومكاتب، الحمد لله. يعني كان 35 بتكفيكم؟ إيش نسوي؟ هذا اللي حصلنا الحاصل، الحمد لله.
دحين عيالي مدرسة، زيات وشنط وقزمات، دفاتر، كتب، حتى كتب شراء ما قدرت. الآن هم بلا كتب بلا شيء، مش قادرة إنك تدرسيهم لأنك أساساً صرتي يعني ما فيش معك عمل، وأبوها مش موجود، وهم مش يدرسوا، في تفاصيل صغيرة تشتتي تدفعيها أساساً لهم. أيوة المدرسة تشتي كل شهر 1000 1000، وأنا معي 3 يدرسوا، ما عاد قدرت الصدق. ده الحين معهم دراسة، ما مش قادرة أشتغل عشان الصغيرة. الحمد لله ناكل الحاصل، يجيبون الجيران كذا، الحمد لله. كم لك تشتغلي بالشركة؟ قد لي سنة ويمكن سنة وشهرين هكذا. طيب قبل السنة والشهرين يعني الآن تحصلك أنت 35 وبتساعدكم نوعا ما، قبل كيف كنتم بتسووا؟ خليها على الله، بس كنت ساعة أشتغل أفتش أمنية في شركة في صالة عراس، بس بهذا لا رجعت أدور، قلت بنظف بأي مكان ولا حدا يهينني هكذا كذلني. الحمد لله اشتغلت بالشركة وكنت مالي شيء، لكن ذحين دراسة، وقت دراسة ما أفليت البيت والبنت لحالها ما قدرت. دخل أولادها الثلاثة المدرسة فأصبحوا بحاجتها في المنزل، فتركت العمل لتكون بقربهم لتزداد معاناتها، بينما طفلتها الصغرى تعاني من الغدد في جسمها الصغير، وابنتها الأخرى ضعف في النظر وحصوات في الكلى. صغيرة فيها غدد، يورم هذا كامل حقها هكذا ينتفخ. علاجات وعلاجات، وهذه فيها حصوة وفيها التهابات فيها، الحمد لله. أحيانا أضطر أستلف من عند أي واحدة من صحباتي أو جيراني، وكم قد بعت الدب الغاز، وبعت ورجعت أشتري ثاني، وبعها ومحتاج ورجع أشتريها ثاني، الحمد لله. المرض زيد الذي يضيق علي زيادة المرض. يعني إيش قرروا لها؟ أدوية، فحوصات، كيف بتشتري الأدوية؟ هذه إذا الحين تحصوى فيها، لو ما يجي لها الوجع مع تصيح في الحمام، تصيح لما تفقع يعني الحمام، إيش أسوي لها؟ وهذه بقدونس أقل شيء، أشياء طبيعية. إيش عمل أسوي لها؟ وأحيانا البنت الصغيرة بطنها دائما مغص، ما عاد اشتري علاج، ما بش معي فلوس اشتري علاج، افور لها حاجة كمون وسكر ولا شيء واشربها. والغدد يعني لما تنتفخ ايش يحتاج له؟ والله ادي لها حق الحمى واخليها هكذا. ايش تعاني بالضبط انت؟ يعني فيني التهابات بالقولون والتهابات بالامعاء والتهابات بالكلى. معك ادوية ولا لا؟ ايوه. تستخدميها بشكل دائم ولا منقطع؟ لا ما عاد اشتريتهاش، ما عاد قدرش. كم كانت تطلع سعره؟ الحق القيلون متواصل اشرب ضروري واصل اشربه، الباكت ب1700، ما قدرش. اهم حاجة اوفر لعيالي اكلهم شربهم وخلاص. الحمد لله على كل حال. كيف حالك يا ماما؟ الحمد لله. ايش اسمك الحلو؟ هنادي. عاشت الأسامي يا هنادي، هنادي ومهند، إيش الدلعات كله؟ بصفكم أنت يا هنادي؟ سابع. سابع؟ مين يذاكر لك يا هنادي؟ أمي ولا وحدة تذاكر لي من هنا طالع في المرضى. تعلم؟ أنا درست 3 إعدادي. ما شاء الله، يعني تساعدي أولادك في الدراسة. طيب كيفك بالمدرسة، شاطرة؟ نص نص. نص نص. بتذاكري يعني اجتهدي عشان تكوني دكتورة، تكوني حاجة بالمجتمع وتعوض أمك. أحيانا تنام هذه الأسرة الصغيرة في غرفتها الصغيرة، ويدخلها الفئران والحشرات التي تأكل ما تبقى من أثاثها. وكم تتمنى أن تستطيع إصلاح الغرفة التي تسكنها بعد دفع الإيجارات المتراكمة عليها. أحيانا ما حصلش إيش ناكل أنا وعيالي داخل البيت، صعب البيت يهينني على الإيجارات، المطر لا فوقنا كل حاجة، ما قدرش أحيانا أجلس سهرانة طول الليل عشان ألتقي المطر من فوق العيال. الله
يعوضك خير إن شاء الله بإذن الله. ملابس حق العيد يا الله، حصلت لعيالي ملابس، أكلوهم الفيران كلهم، ما عاد فيش معانا. أنت تحصلي الحاجة قد روحك طلعت. يعني الله، والواحد يحصل حاجة والفيران بيدخلوا بياكلوها، احنا عارفين انه في هنا اماكن يستطيعوا من خلال الدخول. الفتحة هنا، فتحات هنا من تحت، فتحات هنا يعني؟ ايوه خلاص تعبت والله. قل له صلح البيت حقك، انا مستأجرة، انا تشتري فلوس ولا خليني اصلح. قال له خرجي. لا فين اخرج؟ قال له خرجي للشارع، انا ما اشتغل، هذه حاجة ما تخصناش. شوف المطر كيفها، كله ما فيش بقعة هكذا تروح عيالي فيها، واني عادي سهل، اهم حاجة عيالي. احتاج بس ساعد امي بالايجارات، بهذا الاشياء، بالاكل بالشرب كل شيء. المهم يساعدوني في دراسة عيالي واكلنا وشربنا والايجار، والله مش قادرة اوفر كل حاجة. والله يجزيهم الخير ان شاء الله. هنا ام وأطفالها الأربعة يجاهدون الحياة من أجل الاستمرارية في العيش، بحثا عن أب مفقود وأمل لا ينطفئ في أعينهم الجميلة. أعزائي المشاهدين، هذه حالة أم مهند وأولادها الذين يحتاجون لأبسط مقومات الحياة، يحتاجون لمصاريف يومية، يحتاجون لأشياء خاصة في المدرسة من زي وقرطاسية، وأيضا أشياء يحتاجوها بشكل يومي. لذلك نتمنى منكم أن تتواصلوا مع حالة أم مهند وأبنائها، لأنهم في أمس الحاجة إليكم عبر هذا الرقم 7596842. وسيتم أيضا مشاهدينا الكرام عرض هذا الرقم أسفل الشاشة. نتمنى أن تتواصلوا مع العائلة لأنها تحتاج للدعم والمساعدة. ننتقل للحالة الثانية لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.